حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر. وأوضحت وكالة الأونروا أن أكثر من 600,000 طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى إغلاق عدد كبير من المدارس وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين، داعية إلى سرعة وقف إطلاق النار.